من ناحية تانية عندنا قائد القوات الجوية التركية السابق، ده أحد المتهمين الرئيسيين بتنظيم محاولة الانقلاب. النهاردة اتهم رئيس هيئة الأركان أنه متواطئ معاه في التحرك اللي قاده مجموعة من العسكريين في الجيش. صدر قرار كمان بتوقيف المستشار العسكري لأردوغان، وصحيفة تركية النهاردة اتكلمت على أن اتهامات المستشار العسكري لرئيس هيئة الأركان جت خلال اعتقاله، وقال أن ده حصل بالتعاون معه. أما المعارض التركي فتح الله جولن اللي طبعا تابعنا مع حضراتكم اتهامات أردوغان ليه وإشارته ليه بشكل واضح إن هو الكيان الموازي، هو اللي واقف وراء محاولة الانقلاب، اتهامات كمان للولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ أو عرقلة محاولة تسليمه لتركيا، ورد جون كيري إن ما فيش أساسا قبل كده كان في أي طلبات تركية بتسليم فتح الله جولن، وإنه حتى لو في طلب بهذا المعنى لازم يكون مدعوم بال الأدلة اللازمة. المعارض التركي فتح الله جولن النهاردة في مقابلة نشرتها لنيويورك تايمز أو امبارح تحديدا أسفة، نفى الاتهامات اللي وجهها لأردوغان، وقال أنا ما استبعدش أبدا أن يكون أردوغان نفسه هو اللي وراء هذه المحاولة، محاولة الانقلاب، أو أنها تمثيلية يعني علشان يتمكن من خلالها أردوغان يعني يوطد أركان حكمه ويتخلص من معارضي. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ النهاردة كمان نظيره التركي أن الإدعاءات بتورط واشنطن في الانقلاب الفاشل اللي حصل في تركيا، الإدعاءات دي تضر بالعلاقات ما بين البلدين العضوين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. كمان تلفزيون ان تي في نقل عن وزير العدل التركي النهارده انه قال انه حصل وتم اعتقال 6000 شخص حتى الان فيما يتصل طبعا بمحاوله الانقلاب الفاشله، واضاف كمان وزير العدل التركي انه من المتوقع اعتقال المزيد.